أجبنا على هذا السؤال أكثر من مرة. قلنا أولا إن الخطأ أن يقال إن أمير المؤمنين عليه السلام سمى أبناءه بأسماء أبي بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، هذا خطأ. لماذا؟ لأنه لم يؤثر عن الأمير أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام قط، لم يؤثر لا عندنا ولا عند مخالفينا، حتى حديث واحد أنه يقول فيه أنا سميت ابني مثلا هذا قمر باسم عمر بن الخطاب، يعني تعمدا أقصد عمر بن الخطاب، أتيمم أو أتشرف أو أتبرك باسمه فسميت ابني على اسمه أو باسمه، هكذا ما عندنا حديث. ونحن نعلم أن هذه الأسماء كانت رائجة في ذلك الزمن، فمجرد وجود بعض أبناء أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الأسماء لا يلزم منه أن ندعي ونكذب على أمير المؤمنين عليه السلام ونقول يا هو عمدا يقصد من عمر مثلا عمر بن الخطاب، ليش يقصد عمر بن الخطاب؟ وكان بالإمكان أن نقول مثلا أنه يقصد من عمر ابنه الذي سماه، يقصد أنه يسميه باسم أحد أصحابه وهو عمر ابن أبي سلمة وهو رجل جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ابن السيد الجليل أم المؤمنين أم سلمة عليه السلام. لماذا نقول هذا مثلا؟ إذن ما دمنا لا نملك دليلا على أن أمير المؤمنين عليه السلام سمى أبناءه بأسماء هؤلاء الأشخاص بأعيانهم يقصد أن يسمي أبناءه بأسمائهم، فإنا لا يصح لنا أن نتطول على أمير المؤمنين عليه السلام ونزعم أنه إنما سمى أبناءه هؤلاء بأسمائه أولئك بالذات، وإنما هذه أسماء كانت رائجة عند العالم، ومع ذلك عشرات كان اسمهم عمر، عشرات كان اسمهم عثمان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أساسا عندنا أحاديث تؤكد على أن أمير المؤمنين عليه السلام ما سمى أبناءه هؤلاء بأسماء ابن الخطاب وابن عفان مثلا بالذات، يعني مثلا هنالك حديث شريف عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مضمونه أنه يقول سميت ابني عثمان هذا باسم أخي عثمان ابن مضعون، لأنه تيمن باسم عثمان بن مضعون وهو رجل جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، متفق على جلالته وعلى صدق إيمانه، أمير من عصاره أنا سميت ابني باسمها، ما قال سميت ابني باسم عثمان بن عفان، قال سميته باسم عثمان بن مضعون. فلا يصح لأحد أن يقول تطورا على أمير المؤمنين عليه السلام وكذبا عليه أنه لا يقصد من التسمية بعثمان يقصد عثمان بن عفان. من أين لك هذا؟ أين دليلك؟ أنا الآن أتحدى أكبر بكر يمشي على الأرض أنه يأتيني بحديث واحد ولو من مصادره أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول فيه أنا سميت أبنائي أبو بكر وعمر وعثمان على هؤلاء الثلاثة، أصلا يفضح نفسه بهذا. لماذا؟ لأنه أساسا لا يوجد ابن لأمير المؤمنين عليه السلام اسمه أبو بكر، ما إنما ذكر أن أحد أبناء أمير المؤمنين عليه السلام اسمه محمد، كنيته صارت أبو بكر لأنه أمير المؤمنين هو الذي كناه أبا بكر أو سماه أبا بكر. هؤلاء القوم الجاهلة لا يفرقون حتى بين الاسم والكنية، يتصورون أنه أمير المؤمنين وهو الفصيح البليغ يسمي أحد من أبنائه بكنية ما كان معهودا هذا سابقا، الآن الجاهلة يسمون الناس بكنية، يسمون واحد يسمي ابن أبو بكر مثلا، ما كذا سابقا كان هنالك اسم وكنية، مثلا أبو بكر ما اسمه؟ اسمه عتيق، هذا اسم، وهكذا غيره، اسم أكو كنية.
فلا يتصور ان امير المؤمنين عليه السلام يسمي ابن له باسم ابي بكر، لان هذا اسمه. الا يطالب اباه بانه اين اسمي؟ هذه كنيتي، وين اسمي؟ هنالك ولد ذكر ان لامير المؤمنين عليه السلام ولدا، احد اولاده كثر كان عند امير المؤمنين عليه السلام ولد. الامير سماه محمدا يعني على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا فيما بعد عرف باسم ابي بكر على ما ذكر بعض المؤرخين في روايات ضعيفه ايضا. يعني من روايات ثابته العلم. اما هذا يمكن انه تزوج جاء بولد سماه بكرا فصار اسم ابو بكر مثلا، عفوا كنيته ابو بكر. وهكذا. اذا علينا ان نلاحظ الامر من كل هذه الجهات ونعرف ان هذه حجه سخيفه. يطرحها الان بعض الخلاف مجرد لايهام الناس انه عليه وعلى السلام كان يحب ابا بكر وعمر وعثمان والا لم يسمي ابناءه باسمائه. سبحان الله. سبحان الامر هكذا. هاتوا لنا دليلا يقول ان امير المؤمنين عليه السلام سمى ابناءه باسمائهم عبدا. كيف والدليل قائم على خلاف ذلك؟ ثم لماذا لا نجد في اسماء ابناء مثلا ابي بكر وعمر واحد اسم علي؟ مثلا يعني. فهذا دليل على البعد، يعني إن كان قد اعتبرتم الأول دليلاً على الحب، فالثاني حيث لا نجد في أسماء أبنائهم، هذا دليل على البعد، والعكس بالعكس.